علاش نافا جوريست اون دو سبورتيف. الوغ الموضوع ديال اليوم كانت عباره على مرافعه واحد القضيه اللي اثارت الجدل اللي هي لي توني لي مايو ديال نهضه بركان اللي تم الحجز ديالهم في الجمارك الجزائريه واللي تعبوا بهم الفريق على ان كيقيس السياده ديال الوطن ديالهم. اليوم حنايا الندوه كانت باش نبينوا على ان هذا النزاع هو نزاع رياضي محض ما عندوش علاقه بالسياسه، لان كيتم واحد التحوار ديالو على انه غتولي واحد النزاع سياسي ولا يسمى ليتيج جيوبوليتيك. فهاد النزاع هو غيجي لي ديسبوزيسيون ديال الفيفا ديال الكاف، لان عندنا واحد المسابقه قاريه فنورمالمون خصك تحترم ديال الكاف. غنعطي واحد الخلاصه دغيه. الاقمصه اللي كيقولوا على انهم كيقيسوا السياسه، نورمالمون القميص قبل ما تبدا المسابقه ولا المجموعه المسابقه ديال المجموعه كيتم كيخضع لواحد الرقابه ديال سي ام اس. شنو سي ام اس؟ واحد النظام تدبير ديال المسابقات الافريقيه. فهاد النظام اعتمدو والكاف اعتمداتو، دونك الفريق نهضه بركان راه دار البروسيدير كوم يلفو، هو معتمد. والدليل هو القرار ديال الكاف اللي قالت لهم رجعوا لي توني لي مايو للفريق، وكذلك تم استنفو ترفض الاستئناف. اذا هو الدفوع ديالهم بناء خاوي من ناحيه القانون خاوي. علاش؟ لانهم تم مشاو الدفوع ديالهم هي الفقره 6. من الفقره 6 نورمالمون كيدوي على الاقمصه واللي كتقول ان قبل، ركزوا كاين واحد الشرط وما مسحوا الشرط ديال قبل بدايه المباريات ديال المجموعه. عندك الحق على انك تطعن الا كانت شي بوبليسيتي كتقيس في داك التوني. اول حاجه خصنا ندويو عليها واش الخريطه، واش لاكارت ديال المغرب، خريطه ديال المغرب بوبليسيتي، واش اشهار ماشي اشهار، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الطعن ديالك انتيا وانت كفريق من قاس لك شي حاجه السيده ديال البلد ديالك، وقتاش درتيه؟ من بعد ما بدات المسابقه. اذا وباش نشرحوا للناس، راه نورمالمون قبل ما تبدا المسابقه كيوصلوا دي زيميل كاع الفرق بكاع لي توني ديال الفرق الاخرين. خصك انت نورمالمون ديك الساعه اللي شفتيهم كيقيسوا السيده ديال بلادك ديال المسطره خصك ديرها الطعن فيها، بما انك ما درتيهاش حنا كنعرفوا قانون المساطر فمشى لك هذا الحق هذا. دونك ما كانش عندهم حق يحتجزوه. والدليل على ان مين احتجزوا لي توني مبغاوش يعطيوهم لهم حتى في الماتش، فحنا كنعرفوا على ان ما كاينش اربيتر، ما دخلش لاربيتر. وكاينه دي ريمورس كيقولوا على ان جا هذا قرار من الكاف ان ما يدخلش بناء على خطا لاربيتر، اعتبر هذا خطا تنظيمي. وبناء على هذا الرابور حنا مازال ما شفناش وكنتسناو سونطونس مونتيفي، بناء على الرابور ديال لي زاربيتر تم هذا الحكم الاخير على انهم اعتبروا الفريق ديال الاتحاد العاصمي فوقفي وخسر 3-0 في الماتش ديال لالي. وغادي نشوفوا الغوتور مالغري تو سا الفريق ديال الجامعه الجزائريه مشات للطاس، والدفوع ديالها كانوا بنفس الطريقه ان خاويين من ناحيه القانون. والدفوع اللي وصلنا دابا كيدافع على ان الماده 60 والماده 50 من القانون ديالهم ديال الاقمصه ديال الجامعه الجزائريه، في حين الان هذه مسابقه قاريه نورمالمون الى ريجي او ستاتو اي او ريغلمون ديال الكاف. وحنا كنتسناو القرار 100% القرار ما يكونش صريح ديالهم، كنتسناو كنتمنوا على انهم او موان يقدموا دفوع من ناحيه القانون صحيحه واللي غادي تعطي واحد سونطونس واخا ما تكونش الصريح ديالهم، وانما تكون غير من ناحيه القانون ومن ناحيه المبدا فهي غنيه. وشكرا لكم.